الحب وبرحب فيكم اصدقائنا الاطفال بحلقه جديده من برنامج عم نكبر، فقرات جديده ومتنوعه محضرين لكم اياها ضمن هيدي الحلقه. خليكم معنا وتابعونا، مشوارنا بلش. اصدقائنا الاطفال، فقرات حلقتنا لليوم رح نبداها مع اطفالنا الحلوين لنتعرف شو حابين يصيروا بالمستقبل. وشو رايكم نتعلم الاوريغامي مع افروديت بفقره اعمال يدويه؟ وحنتعرف على انواع الطيور بفقره صديق من نوع اخر. حنكون كمان مع صديقتنا زينب ونتعرف على موهبتها بفقرة أنا موهوب. خليكن معنا. طيب كيفك؟ منيحة. شو اسمك انت؟ سالي. سارة؟ ايه عمرك سالي؟ سالي. سالي ايه عمرك؟ 5 سنين ونص. شو حابة تصيري بس تكبري؟ انسر عربي. كيفك؟ منيحة. شو اسمك انت؟ كارلا. كارلا قدي عمرك؟ 5 سنين؟ حزرت انا انه عمرك 5 سنين. شو حابة تصيري بس تكبري؟ أنسي. أنسي شو؟ أنسي بس بتعرفي شو؟ أنسي. طيب ماشي. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ شو اسمك؟ نانسي. نانسي. نانسي بس تكبري شو حابة تصيري؟ تصيري حلوة. وانتي هلا حلوة على فكرة، وغير انك تصيري حلوة شو بدك تصيري كمان؟ تصير اميرة. واميرة كمان، يا سلام. زلي انا نانسي. كيفك؟ منيحة. شو اسمك انتي؟ سيلينا. سيلينا بس تقدري وتصيري كبيرة وحلوة، شو بدك تصيري؟ مهندسة. برافو. مهندسة شو؟ مهندسة. مهندسة بناء مثلا، تعملي بيوت حلوة. برافو عليك. مرحبا. مرحبا. كيفك؟ مي. انت زعلان؟ وزعلان؟ ليش معصب لك؟ شو اسمك؟ حازم. اسمك حازم؟ حازم قدي عمرك؟ بعرف. ما بتعرف قدي عمرك؟ ممكن مثلا عمرك 5 سنين؟ اصغر؟ أكبر؟ أنا ما بعرف. واحد كبير وعنده واحد صغير. عنده واحد كبير وعنده واحد صغير. وأنت وين؟ أنت بالنص؟
عندك حدا اكبر منا؟ ايه. واخوك اصغر منا؟ ايه. قد ايه عمره؟ كبر شوي. ايه. وصار بيقعد. بيقعد لحاله؟ ايه. وانت طيب بس تكبر وتصير شاب حلو، شو بدك تصير؟ سواق. تسوق سيارة؟ سيارة سباق؟ وشو نوع السيارة اللي بدك تسوقها؟ لون أحمر. لونها أحمر؟ يا سلام، أكيد بدك تكون سيارة حلوة ما هيك؟ طيب كيفك أنت؟ شو أخبارك؟ وشو اسمك؟ تايم. أنت اسمك تايم؟ وقد ايه عمرك يا تايم؟ 7 سنين. ثلاث سنين مثلا؟ 7 سنين. ليش ما بتعرف؟ ما بتسألها للماما قد ايه عمرها؟ نسيت. طيب تايم بس تكبر شو بدك تصير؟ لاعب مباريات. لاعب كرة قدم قصدك؟ ايه. أو شو كمان؟ شو بدك تساوي كمان؟ صوت الكرة. يا سلام، تفرج معناها أنت على المباراة؟ وبتتابع برامج أطفال؟ إيه. شو؟ الثانية لماما بعيد علاء. مرحبا. الو، كيفك؟ منيح. شو اسمك انت؟ اسمي ممدوح. ممدوح؟ قد ايه عمرك ممدوح؟ 5 سنين. بس تكبر ممدوح شو بدك تصير؟ صير باتمان. بدك تصير باتمان، قوي مثل باتمان. شو كمان؟ شو كمان؟ لك انا مثل باتمان بس تكبر. وانا شو بدي؟ فرش على الشاشة. بدي اكبر هيك. قد ايه تكبر يعني؟ قد ايه؟ 7 سنين. سبع سنين. مرحبا. اهلا. شو اسمك؟ هل شيرا. علي، شو عم تفرجينا الرسمة على رجلك هون؟ شو في على رجلك؟ سبايدر مان. ولا باتمان؟ باتمان وسبايدر مان. يا سلام، شو بدك تصير بس تكبر انت؟ تصير سبايدر مان. ليه بدك تصير سبايدر مان؟ ليش؟ هي اقوى. كيفك؟ الحمد لله. مصطفى. مصطفى كمان انت بس تكبر شو بدك تصير؟ بدي اصير شرطة المرور. ليه بدك تصير شرطة مرور؟ مشان صفي. بس مشان تصفر؟ معك صفيرة بالبيت؟ معي. ايه بتحط سيارات تلعب فيهم يعني؟ على اساس انت شرطة مرور وبتصير تصفي؟ ايه. وشو بتقولوا لشرطي المرور؟ بقول له بوقف له، بقول له شو هويتك؟ بيعطيني اياها، بعطيها بعدين بروح. انت بتحب ولا شرطة المرور؟ شو بتقول له؟ بقول له ما حدا شرطة المرور هويله. مرحبا لكل رفقاتنا الحلوين اللي عم يتابعونا اليوم بحلقة عم نكبر. اليوم بفقرتنا هي رح نتعلم عن فن جديد جبناه من اليابان، وهو فن طي الورق او الاوريغامي. الاوريغامي من وين جبنا اسمه؟ هو بيتالف من كلمتين اوري وغامي، واللي هي اوري الطي وغامي الورق. فكره هيدا الفن انه بدنا نستخدم فيه نحن بس الورق شكله مربع، نحن ما فينا نستخدم اي ورق ثاني غير هيك اشكال، ممكن تكون اوراق ملونه او هيك عاديه، بس دائما لازم يكون هيدا الورق هو مربع الشكل. بداية نحن فينا نعمل منه كتير أشكال مثل ما أنا عملتهم، هلأ رح أعمل لكم إياهم. طبعا نحن هلأ رح أعمله إني رح أطوي الورقة هيك لحتى يصير عنا مثلثين، تمام؟ هأخذ من هون شوي هيك
وشوي كمان هيك، ورح اقلب هيدا الشكل لهيك. هلا وقت نشوف نحن الورقه هيك صارت ما رح يبين معنا شكل حلو، بس وقت نحن حنرسم عليها عينتين وتم، يا ترى شو هيدا؟ حيطلع معنا كلب. هو بكل بساطه بس اني انا طويت ادناه لقدام وتمه لفوق ورسمت له، وانا فيني كمان افتح له هون ارسم له شيء باللون الاحمر على اساس هو فاتح تمه وما عدد لسانه. هيدا هو كان شكل الكلب الكتير كتير بسيط. كمان نحن فينا نعمل شكل ثاني بنفس المبدا، بس اللي هو هيدا قطه. انا رح اعملكم اياها نفس المبدا، بس شو بتختلف؟ انه القطه انا حخلي أدنية نازلة أكثر، إذا انتبهت الكلب أنا ما كثير نزلته، القطة رح نزلها أكثر، وهيك كمان حخليها شوي هيك طالع لها هون، ونفس الشيء أنا رح أطوي. هلا هيك وقت بدكم تشوفوا رح تقولوا لي إنه هيدا نفسه الكلب اللي عملتيه من شوي، بس أنا وقت رح أعمله هيك ورح أرسم عليه عينتين وتم وشوارب القطط، فهيدا حيصير عنا قطة. يعني انتو استفدتوا هلا منا نفس الشكل، عفوا نفس الطريقة، ويعطيكم شكلين مختلفين اللي هو كلب اللي عملناه اول شيء والقطة. هرجع لكم بس هيدا ورقة عادية حاطوية انا، بتصير عنا مثلثين. الكلب ما كتير رح نزله على الجوانب، ما رح خليها كتير زوايا. لانه أدنين نازلين لتحت، اما القطه بس حنزل زياده الورقه لتحت هيك، حقلبها وفيني ارسم لها عيون، تم، شوارب، فيني بلاها حسب كيف بحبها انا، وفينا نجيب من هالوراق كمان ملونه لحتى نستخدمها كمان مثل اللي عندي هون. بهيدا الورقه انا رح اعملكم زهره اكيد اغلبنا سمعان فيها، هي زهره التوليب، هي زهره شتويه كتير منظرها جذاب وحلو وكتير بتضل وقت. بهيدا الزهرة حورجيكم أنا بالورق أول شيء الأبيض، نحن حنعمل كرت اللي هي نفس المبدأ. حآخذ ورقة أطوية هيك لحتى تصير عندي مثلثين، إذا انتبه إنه هالمثلثين لازم يكونوا كتير متساويين، لأنه إذا ما كانوا قد بعض فحيخرب الشكل معي شوي. حأطوية هيك كمان لحتى تصير هيدا المثلث كمان مثلثين تانيين، تمام هيك. وبعدين حارجع انا افتحها بهالشكل، حاطويها شوي من هون. زهرة التوليب لازم تكون هيك هيك، خليكم تشوفوها، وحتكون من الجهة الثانية نفسها تماما. انتم ملاحظين انه نحن عم نستخدم نفس الطريقة تقريبا بكل الاشكال، بس كل ما بنعمل تعديل بسيط شوي حيعطينا شكل جديد وكتير حلو. هلا وردة التوليب انا لازم اطويها شوي صغيرة من تحت شوي مو كتير، وشوي على الجناب، وشوي كمان من هون هيك، حيطلع معي توليبة. بس اكيد وردة التوليب حيكون إلى غصن وحيكون إلى ورقات خضر مثل اي زهرة موجودة يعني. هلا انا عاملة لكم اياها هون نفس المبدا تماما، بس شو الفكره؟ انه هون هيدا الورق ملون ازرق، فينا نحن نختار اللون اللي بنحبه. حارجع اطويه مثل ما كنت طاويته، بس انا لورجيكم انه نفس الطريقه ما في اختلاف، بس انا فيها ما رح احط لها غصن او شيء هيك، حاعمل كرت. احيانا مننا بيكون عيد ميلاد رفيقنا، رفيقتنا، الانسه مثلا بالمدرسه، ماما او بابا عبالنا نعمل لهم شيء هيك هديه بسيطه كثير كثير، نحن فينا نعمل لهم هيدا الكرت الصغير ونحط لهم هيدا الورده عليها ونلزقها. هيدا الصمغ اللي اكيد كلنا بنعرفه. حلزق عليها هيك. هلا انا اكيد بالاقلام الملون اللي عندي الالوان حارسم لها من تحت، انا هلا راسم لها الغصن الاخضر والورقه، وهيك بيصير معنا كارت التوليب.
وهيك بهالحلقة نحن بنكون تعرفنا كيف نعمل كلب، وكيف نعمل القطة، وكيف نعمل كرت التوليب. ومثل ما قلنا، فن الأوريغامي هو فن طي الورق بدون استخدام مقص أو لاصق أو أي شيء من ولا شيء نحن بنعمله. بتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقة، وبتمنى تجربوها بالبيت، ولو خربتنا أول مرة حنرجع نضل نجربها لأنه هي كتير بسيطة. السيد وائل إدريس، مربي حيوانات أليفة، أهلا وسهلا فيك بحلقة جديدة بدنا نتعرف فيها اليوم على الطيور، على أنواعها، كيفية الاعتناء فيها بالبيت. أهلا وسهلا فيك. هلا بيكي. خلينا نعرف أكثر أنواع الطيور الموجودة هون، كيف نقدر نحن نعتني فيها. نبدأ من هيدا النوع. هذا عصفور بلبل عرب اسمه زير. هذا أليف، تربات فراخ كلهم، كل اللي بيأكل إيد أليف هالإيد. شوف اليوم بلبل بري هذا شغلان. إذا حدا بده يربيه بالبيت يعني شو ممكن يعطيه أكل؟ في له أكل معين أو ممكن يأكل بزورة؟ خضار. طبعا أعلاف بيأكل، أعلاف دجاج. في عندك هون عشاء معشوق، طيور الحب بسموها، أكله دخن حصرا، بقدونس بيض، هذا أكله الطبيعي. تربيته سهلة كثير، فيه بالقفص وما بعضهم يضلوا؟ طبعا بالضبط. يمكن هيدا النوع من فصيلة الببغاءات؟ طبعا نفس الفصيلة، عاشة معشوق كمان. عاشة في منه ألوان كثيرة، 7-8 ألوان. عندك هذا طير جنة، طيور جنة، أكله كمان دخن، أكل عادي وبيض فقط. بيض؟ إيه بيض مسلوق. الطيور كلها بشكل عام بدها بيض مسلوق وحبوب. هلا كون الطيور يعني من الصعب إنه نعرف إذا كانت مريضة أو شيء، كيف نحن بنقدر نميز انه هذا الطير تعبان او ممكن بده معالجه؟ الطير المريض بيبين من شكله فورا، ريشه بيكون مرتخي نايم على الارض. هذاك النوع اللي فوق شو هذا الطير؟ كروان. كروان اكله كمان بزر ودخن، كمان تربيته بالاقفاص و فصيله الببغاء. صوته حلو اكيد. اسمه كروان. وقت اللي بده يعني بيغرد او اذا كان مرتاح وجو مريح؟ بس يكون جو مريح له، مرتاح بمكانه، بيغرد لحاله. نحكي عن هيدا النوع، يعني هيك شكله غريب، شو هذا النوع؟ هذا طير اسمه ابو زريق، طير بري. هم ربايه من ساعة ما كان فرخ صغير، بياكل الايد وشرس. شرس؟ طبعا. يعني هذا ما خرج يتربى بالبيت اذا كان في اطفال؟ طبعا. لا بيعض. طبعا. هذا طير كناري. شو بياكل؟ علف، علف خضار كله، أنواع الفواكه كله. هو دائما شرس ولا بحالات معينة ممكن يأذي؟ شرس. نحكي عن هيدا النوع. هذا طير كناري، طير كنار أليف، صوته حلو، منظره حلو بس. وأكله كمان؟ أكله حبوب رئة. طير جاوة نفس فصيلة الطيور الجنة، أكله كمان دخن عادي جدا. مرحبا. كيفك؟ منيحة. شو اسمك؟ زينب. زينب. زينب من أي مدى أنت بتعزفي على آلة الفلوت؟ من سنة.
حسيتيها سهلة ولا صعبة؟ سهلة. ونحن بنعرف انه هيدي الآلة بدها نفس يكون طويل وقوي، ما هيك؟ كيف تتدربي على هيدا الموضوع؟ مثل ما بتقول لك الأنسة، وانت كتير بتسمعي كلام الأنسة وبتتدربي عليها. مين بيشجعك على هيدي الآلة؟ كيف بيشجعوك أهلك؟ كتير يعني بضل بدا اللي يتدرب عليها و تدرب صرت هيك. شكرا كثير لك. أصدقائنا الحلوين، حلقتنا لليوم خلصت. لا تنسوا تلاقونا الحلقة الجاية بفقرات جديدة. باي باي.